ان شاء الله الاهلي هيعمل ماتش قوي زي ما هو معودنا دايما. نادي الاهلي فرقه كبيره، فرقه عظيمه، تالت مره بتوصل كاس عالم للانديه، بتعمل اداء مبهر ودايما بتشرف الكره المصريه وواجهه مشرفه للكره المصريه. شفنا كل الصحف العالميه بتتكلم عن النادي الاهلي وعظمته وتاريخه، وان شاء الله اي 11 راجل في الملعب هيقدروا يبقوا رجاله ويعملوا لنا ماتش عالمي ان شاء الله بغض النظر عن النتيجه قدام ريال مدريد. احنا خلاص وصلنا اللي احنا عايزينه، بنلعب بقى للمتعه. ماتش صعب بس الاهلي قدها، يعني الاهلي فايق جدا وفي احسن حالاته اليومين دول، يعني ان شاء الله خير باذن الله ومصر كلها تفرح بكره باذن الله. والله هو هيبقى ماتش صعب بس في غيابات في ريال مدريد، يعني بنزيما مش موجود في القايمه، كورتوا مش موجود، كامافينجا تقريبا مش موجود، مفيش باك شمال، باك يمين في كارفاخال، فغيابات هتبقى غيابات. اعتقد برضو كنه هيلعب بالتشكيله الاحتياطيه، يعني ممكن يبدا برودريجو مثلا مهاجم او ماريانو دياز لو موجود، فيعني الاهلي ممكن يعمل حاجه، يلعب الهجمه مرتده، يعني يخطف جون. ريال مدريد فريق كبير والاحتمالات هتبقى اكتر ليه، بس الاهلي يقدر على اي حاجه، وان شاء الله الاهلي يعمل حاجه كبيره النهارده ويفاجئنا ويفرح المصريين كلهم، ونشوف الاهلي هو بيكسب ريال مدريد ان شاء الله. 1-0 ده وقفشه ان شاء الله اللي هيجيبه باذن الله، لان طبعا حياتنا في الاهلي وروحنا في الاهلي، انا كل يوم لازم اعدي على النادي الاهلي، اذا كان عندي شغل ما عنديش شغل بنزل مخصوص بالتاكسي ده من المعادي عشان اعدي على النادي الاهلي وصب عليه. ان شاء الله قادر الاهلي ان هو يكسب ريال مدريد، واحنا غالبينه قبل كده من 21 سنه. ها ماتش ودي مش مكياس غير الرسمي. بس ان شاء الله ان شاء الله خير، يعني حتى لو وصلنا الماتش ضربات جزاء ان شاء الله لفه الاهلي هتبقى ارجح، يعني ان شاء الله. طبعا ريال مدريد بطل اوروبا وكان سبق مباراه قبل كده نادي القرن الاوروبي ونادي القرن الافريقي، والاهلي قدر يكسب ب 1-0، وان شاء الله احنا نعمل ماتش كويس وماتش حلو، واحنا واثقين في لعيبه الاهلي تماما، وباذن الله 2-1 للاهلي ان شاء الله.